متابعي راديو أما، أهلا بكم مجددا في الموجز الإخباري لنهار اليوم. شن العديد من طلبة المدارس العليا للعلوم التطبيقية إضرابا للمطالبة بالعودة لنظام الحصول على شهادتين منفصلتين، شهادة مهندس دولة وشهادة ماستر 2. وأوضح المعنيون أنهم تقاربوا للإدارة الأسبوع الماضي، حيث سلموا مدراء المدارس رسالة تتضمن رفضهم للقرار لنقله للمصالح العليا، إلا أنهم لم يتلقوا ردا، وهو ما دفعهم للتصعيد والدخول في حركة احتجاجية. أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولونوار تأييده لتجريم المضاربة وتشديد العقوبة على المتورطين، خاصة في المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة. من جهة ثانية، أعرب بولونوار عن تخوفه من الخلط بين المضاربة والتخزين الموجه للتوزيع والتجارة، داعيا التجار والموزعين للإعلان عن مستودعاتهم على مستوى مديرية التجارة تفادي أي إشكال وتكرار السيناريو الحاصل خلال الفترة الماضية. تم تأجيل صبيحة اليوم محاكمة مدير مجمع الأدوية ميرينال نبيل ملاح إلى 6 نوفمبر من قبل قاضي محكمة الجزائر العاصمة، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل المحاكمة، والتي تمت بناء على طلب الدفاع. ويتابع صاحب المخابر الصيدلانية ميرينال ومسير شركة بيوفارما المستوردة للمنتوجات الصيدلانية بتهم تبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال بناء على شكوى من وزارة صناعة الصيدلانية. فيما يخص الأخبار الدولية، أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد مصرع 17 شخصا على الأقل وإصابة 49 آخرين بينهم 6 أطفال جراء قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد 3 أيام على وقوع ضربات خلفت 17 ضحية أيضا. لمتابعة بقية البرامج ادخل على موقع غاد.ام.نت أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري لنهار اليوم، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.